بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم خالد بن سعود الحليبي الباحث. مثل ما تلاحظون هذا حيوان مجهري جديد، أول مرة أشوفه. مثل ما تلاحظون يشبه الدودة بس ليست دودة. مثل ما تلاحظون هنا في المنطقة تقريبا توجد معدته، نحاول نكبر. طبعا عنده شرايين مثل ما تلاحظون. في شيء داخله، مثل ما تلاحظون في شيء داخل قاعد يتحرك، ممكن انها المعدة او شيء مقارب له. نحاول نوضح. مثل ما تلاحظون في شيء يتحرك داخله. احتمال هنا الرأس، طبعا مثل ما تلاحظون الحيوانات المجهرية يتغذون عليه بس يتحرك، يتحرك جدا يعني. عليه شعيرات مثل ما تلاحظون، نحاول نكبر على الشعيرات. طبعا هنا ليست واضحة بس ممكن نشوفها على الجوانب الجسم.